السلام عليكم، معكم بون بون، والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد هو حقائق عن كريبي باستا. بس قبل ما يبدا الفيديو ما تنساش تنزل تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان تنضم لجيش الاقنعه. برضه ما تنساش تضيفني على حسابي على انستغرام، الرابط بتاعه في الوصف. ما طولش عليكم واسيبكم مع موضوع الفيديو. كريبي باستا هي عبارة عن أساطير مرتبطة بالرعب تم نسخها ولصقها حول شبكة الإنترنت، وغالبا القصص دي بتكون من إعداد المستخدمين وهم اللي عاملينها وبيعملوها بغرض تخويف القراء. والحكايات دي بتشمل أحداث مروعة عن القتل والإنتحار والمخلوقات المرعبة والخارقة للطبيعة وأحداث دنيوية وأساطير مرعبة وغريبة عن الألعاب وحتى الكرتونات اللي تعودنا إننا نشوفها وغيرهم من المواضيع الأخرى. وظهر النوع ده من القصص في سنة 2001، والقصص دي أبرزها هي قصة مين براون وجيف ذا كيلر وسونيك الشرير وسلندر مان وهيرو براين من لعبة ماينكرافت ومومو وغيرهم من الأساطير والشخصيات المرعبة. ومصطلح كريبي باستا في الأصل بيشير لقصص الرعب القصيرة اللي تم إنشائها بواسطة مستخدم مجهول ومحدش عارفه، وبعدها تم نسخ القصة دي ولصقها عبر الإنترنت. وكلمة كريبي باستا مستوحاة من كلمة كوبي باستا، مع إزالة كلمة كوبي وضع مكانها كريبي واللي بتعني رعب. وكوبي باستا هي كلمة بيستخدموها الأجانب بتعني الموضوع اللي تم نسخه ولصقه أكتر من مرة من قبل المستخدمين خلال المنتديات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. والأصول الدقيقة لكريبي باستا غير معروفة حاليا، وتم إنشاء موقع لكريبي باستا في عام 2008، وبيشمل الموقع ده جميع القصص المخيفة اللي انتشرت بين المستخدمين وتم نسخها ولصقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وده أدى لانتشار الكريبي باستا بشكل أكبر، وده أثر على عدد كبير من المؤلفين فهم بيستخدموا شخصيات كريبي باستا وبعضهم بيقتبس منها شخصيات في قصصهم الخاصة، وحتى في بيستخدموها في الألعاب اللي تعودنا نلعبها وننزل عنها وفي الأفلام حتى. ومع الوقت أصبح موقع كريبي باستا يقدر أي مستخدم ينزل فيه قصصه الخاصة، والمستخدمين يعرفوا الشخص اللي بينشر بعد ما كان بيتم نشر القصص من غير ما نعرف اسم الشخص صاحب القصة. بعد ما عرفنا ايه هي كريبي باستا خلونا نتكلم عن بعض شخصياتها والحكايات الخاصة بيها. نبدأ بجيف ذا كيلر وجين. جيف ذا كيلر او جيف القاتل هو من اشهر الشخصيات في كريبي باستا. هو عبارة عن قاتل متسلسل مراهق بوجه مشوه وبشرة بيضة وما عندوش عقل، فكل اللي بيفكر فيه هو القتل. قصة جيف القاتل بتقول انه كان طفل عادي بيبلغ من العمر 13 سنة، وفي يوم من الأيام انتقل جيف في الحي جديد مع أخوه ليو ووالدته ووالده. وفي اليوم الأول لجيف وأخوه هما في المدرسة اتعرضوا للاعتداء من قبل بعض المتنمرين، بس جيف ضرب المتنمرين دول بعد ما هما هددوه هو وأخوه بالسكاكين. بس أخوه ليو تم حمل اللوم عليه وتم اعتقاله من قبل الشرطة، وده خلى جيف يزعل جدا ويصبح قاسي القلب. وفي وقت لاحق كان جيف في حفلة، بس هو في الحفلة دي جم المتنمرين ليه مرة تانية وقدر جيف انه يقتل واحد منهم دفاعا عن نفسه. بس للأسف قام واحد منهم بتغطيته بالمبيض وأشعل النار فيه وأغمى بعد على جيف، ولما صحى لقى نفسه في المستشفى ورأسه ملفوف بضمادات، ولما شال الضمادات لقى ان وجهه أصبح مشوه وشاحب بشكل مروع بسبب الحروق، وشفتيه الاتنين بقوا لونهم أحمر زي الدم. وقال بعدها جيف انه حب وجهه بعد ما أصبح بالشكل ده، وفضل يضحك بعدها بشكل هستيري، والدكتور اعتقد ان ده بسبب المسكنات وساب جيف يروح بيته. وفي وقت لاحق من الليله دي والد جيف لقيت جيف بينحت في وشه ابتسامه عشان ما يضطرش بعد كده انه يبذل طاقه في الابتسام ويفضل مبتسم دايما، وقام بحلق فونه عشان يقدر دايما يشوف وجهه الجديد اللي حبه طول الوقت. وبعدها قامت والد جيف باخبار زوجها ان ابنها اصيب بالجنون وانه لازم نقتله، لكن بعدها جيف امسك بابوه وامه وطعن ابوه وامه حتى الموت. وبعدها استيقظ اخوه ليو على الصوت اللي تم اطلاق سراحته مؤخرا، وجيف لما شافه قام بتهديده وقال له انه هيقوم بغرس سكين في جسده لو ما راحش ينام، وقال له بعدها جمله جو تو سليب وهي العباره الشهيره الخاصه بالشخصيه دي. وانتقل بعد كده جيف الى هياج وقتل متسلسل، وبيقتل دايما الاشخاص اللي بيرفضوا النوم ليلا، فلو انت مش بتنام انصحك تروح تنام
لأن الشخص ده لو شافك هيقتلك فورا. وبالنسبة لشخصية جين ففي قصتها لأن هي كانت فتاة عادية بتتمتع ببشرة ناعمة وشعر بني طويل وعينين لونهم أخضر، والبنت دي كانت جارة جيف، وهي ما كانتش بتفكر قوي في شخصية جيف، بس هي كانت بتعتقد إن هو إنسان كويس هو أخو ليو. وفي يوم من الأيام اتأخرت جين عن مدرستها، ولما بصت من النافذة لقيت إن جيف وأخوه بيواجهوا المتنمرين اللي كلمتكم عنهم من شوية، وجيف قام بضربهم. بعد ما الواقعة دي حصلت وأخو جيف اتمسك من الشرطة، بدأت تلاحظ جين إن جيف بدأ يتغير ويصبح شرير، لذلك هي قررت إنها تبعد عنه. لكن بعد تحول جيف لشخصيته الشريرة لما اتحرق من قبل المتنمرين، قام جيف بأسر جين وقتل والديها الاتنين وأصدقائها، وبعدها حرق منزلها وهي مقصورة بالداخل. ولما صحيت بعد كده لقيت نفسها هي كمان مشوهة وفي المستشفى زي جيف بالظبط. وبعدها قامت جين بلبس قناع وثوب اسود وسكين، واقسمت انها تنتقم من جيف على اللي عمله. والشخصية دي تعتبر الشخصية الوحيدة اللي من الاشرار مش مختلة عقليا او تكون مخلوق خارق للطبيعة، فيها طبيعية جدا وهدفها الوحيد انها تقتل جيف. جاك الضاحك. جاك الضاحك في الاصل كان عبارة عن دمية لمهرج لونه اسمر وبيلبس ملابس كوس قزح وبشعر احمر، والمهرج ده من النوع اللي بيتحط بداخل صندوق موسيقي وبتعرف باسم جاك ان ذا بوكس، زي شخصية ويسل من لعبة ايميلي وانتس تو بلاي. والدمية دي المشاع عنها انها بتحكي شخصية الملك الخاص بيها، فلو الملك الخاص بيها طيب هتصبح طيبة، ولو الملك الخاص بيها شرير هتصبح شريرة. وتم ارسال الدمية دي لاحقا لطفل صغير اسمه اسحاق، وكان بيلعب بيها، واسحاق اتخلى بعدها عن دمية جاك بعد ما تم ارساله مدرسة داخلية. وبعدها بدأت دمية جاك بالتحول للون الابيض والاسود نتيجة عزلته وحزنه، واختفت جميع الالوان من عليه. عدى زمن طويل واسحاق كبر، بس المشكلة انه لما كبر اصبح قاتل متسلسل وقاسي القلب، وكان بيخطف ويعذب العديد من الاشخاص باستخدام الاسلحة. وشخصية جاك الضاحك او الدمية الخاصة باسحاق بدأت انها تحاكي شخصية اسحاق الشريرة وتصبح شريرة هي كمان. بعدها قام واحد من الاشخاص بيخرج شخصية جاك الضاحك من المكان اللي كان معزول فيه عن طريق الخطأ، وبعد ما طلع من الصندوق بتاعه بدأ انه يصبح اطول قامة واكثر قطامة وشيطانية، واصبح دمية حية فيها الروح. وبعدها راح لاسحاق وقام بتعذيبه بنفس الاسلحة اللي هو كان بيعذب بيها الناس، وفي الاخر اسحاق مات على ايد دميته. وبعدها جاك الضاحك بدأ انه يزور العديد من الاطفال، والاطفال اللي بيحب يزورهم بيكون معظمهم وحيدين مهملين، وبيتظهر قدام الاطفال دول بانه صديقهم الوهمي وبيلعب معاهم شوية. وبعدها بيقوم بتعذيب الاطفال دول وقتلهم جميعا. والكائن ده بيمتلك قدرات كتيرة جدا، فهو قادر على الانتقال الفوري وتحويل نفسه الغير مرئي وتشويه جثث ضحاياه، هو قادر ايضا على صنع الكوابيس والهلوسة البصرية، فبيجعل الشخص يتوهم اشياء غير حقيقية وبتكون مخيفة. بيقدر برضه انه يستخدم التحريك الذهني لانه بيقدر يحرك اي شيء باستخدام عقله، هو مش بيمتلك اي اعضاء داخلية او تناسلية، فصدره وجسمه كله مليئين بس بالحشو، هو بيستهدف الاطفال الصغيرين بس كضحايا ليه، هو خطير جدا وحقير، بيقتل اي شخص شايف انه يستحق انه يكون صديقه. الكلب المبتسم، المعرف ايضا باسم كلب الجحيم، هو مخلوق بيظهر انه كلب عادي من النوع الهاسكي مع ابتسامة بشرية مرعبة، ويقال ان اي شخص بينظر ليه او يشوفه بيصاب بامراض عقلية. والكلب ده بنلاقيه في الصورة الاولى ليه انه بيظهر في غرفة مظلمة وفي يد بشرية على يسار الصورة، وفي تاني صورة والاكتر شهرة من الاولى بيظهر فيها الكلب ده في غرفة مظلمة وبيظهر في الصورة دي وكأنه شيطان لونه احمر، فالكلب ده بيقدر انه يحول نفسه لشيطان. والكلب ده مفروض انه بيظهر في منام بعض الاشخاص وبيعرف يعبر للحلم الخاص بيهم ويحوله الكابوس، ولو ظهر في حلم شخص بيجي الشخص اللي ظهر له نوبة صرع وامراض نفسية وعقلية، وبيكون الكلب ده في الحلم بيأمر الشخص صاحب الحلم ببعض الاوامر اللي لازم ينفذها، وبيكون قادر على جعل الضحية عاجزة وغير قادر على الكلام في الحلم ده، وبيقول ساعتها للضحية الكلام اللي هو عايزه، فهو بيكون مسيطر على حلم الشخص، وبيقدر برضه يتحول لشيطان عشان يخوف الاشخاص اللي في الحلم اكتر ويجبرهم على فعل ما يقول. ولما يصحوا الاشخاص من الحلم ده بيعانوا من امراض نفسية، ويمكن معالجة الامراض دي بالادوية المهدئات احيانا، وفي اشاعات بتقول ان الكلب ده قادر على العبور برضه للعالم الطبيعي بتاعنا، وانه بيقتل الناس ويسحب ارواحهم معاه في العالم الخاص بيه، وبيعتقد ان العالم الخاص بيه يكون الجحيم وان ده هو موطنه الاصلي، ولذلك هم قدروا انهم يلتقطوا الصور اللي نزلت ليه. مؤلف القصة او الرواية دي مجهول، محدش عارف عنه حاجة لغاية دلوقتي او هو يكون مين.
سلندر مان. سلندر مان واللي هو من أكتر الشخصيات اللي سمعنا عنها يعتبر برضو واحد من كريبي باستا. وسلندر مان هو شخصية خارقة يزعم إنه موجود من قرون، وفي ناس كتير مؤمنين بوجود الكائن ده في الحقيقة. والكائن ده طويل جدا وأزرعه أرجله طويلة ونحيف، ويبدو برضو إنه بيمتلك من 4 ل8 مجسات سوداء بتبرز من ظهره، بيلبس بدلة سوداء وجهه شاحب وخالي من الملامح. والكائن ده بيقتل الأطفال، لأن على طول بيتم الإبلاغ عن الكائن ده أو تسجيل إن تم العثور عليه في الغابة وسط مجموعة من الأطفال اللي بيلعبوا. وده بيخلينا نقول إنه بيقيم في الغابة عشان يفترس الأطفال ويقتلهم. والكائن ده بيستمتع بمطاردة الأشخاص المتكبرين أو المصابين بجنون العظمة عشان يخوفهم ويعرفهم إنه يكون أقوى منهم. والكائن ده لما يخطف أي شخص أو يقتله مش بيلاقي أي أثر ليه، فلا يوجد أي جثة أو دليل خلفه، وغير معروف هل هو بيقتلهم أو بياخدهم لمكان بعيد أو لبعد آخر. وعلى الرغم إن الكائن ده تم اختلاقه من أشخاص موجودين في المنتديات، فقد ادعى بعض الأشخاص إنهم شاهدوه بالفعل في الليل وهو بيحدق من النوافذ المفتوحة، والبعض الآخر ادعى إنه ظهر قدام سيارتهم. فليعقل إن الكائن ده حقيقي فعلا مش مجرد قصة متداولة زي البقية؟ فبعض المراجع التاريخية يقال إن سلندر مان ظهر في نقشة كهف في حديقة في شمال شرق البرازيل، واللي يعتقد النقشة دي موجودة من 9000 سنة قبل الميلاد. وفي الهيروغليفية المصرية بنلاقي رموز ونقوش لبعض المخلوقات والرموز الغريبة من الحضارة الفرعونية، وفي إشاعات بتقول إن في مخلوق من الكائنات اللي كانوا بيرسموها بأطراف غريبة بيشبه لحد كبير سلندر مان. فهل كل الحاجات دي بتشير إن سلندر مان حقيقي وإنه مش مجرد خرافة زي بقية المخلوقات؟ اكتب رأيك في التعليقات. والشخصية دي صارت في ألعاب كتيرة جدا مختلفة زي لعبة سلندرينا اللي بنلاقي فيها إن سلندر مان يكون والد لشخصية اسمها سلندرينا، وطبعا قصة اللعبة دي ملهاش أي علاقة بقصة سلندر مان الحقيقية. جاك عديم العينين. جاك نيكولز كان طالب جامعي متوسط زي أي شخص عادي، ويمتلك صديق واحد كان معاه في السكن في الجامعة بتاعته، وكان فيها أشخاص كارهين لجاك في الجامعة بتاعته، وعشان كده قام مصاب بمادة كيميائية سخنة في عينيه الاتنين، وده أدى لقتله. بس هو رجع للحياة بطريقة معينة وقام بذبح الأشخاص اللي عملوا فيه كده، وجمع بعد كده الكلى الخاصة بيهم عشان ياكلها، وأصبح من وقتها شخصية جاك عديم العينين ولبس قناع وأصبح شرير جدا. فهو بقى بيروح للناس أثناء نومهم أو الأشخاص الغير واعيين بشكل عام ويشيل كليتهم عشان ياكلها وعضاهم الداخلية. فهو عنده فهم كامل لجسم الإنسان وبارع جدا في التشريح واستخدام الأدوات الجراحية، وقام بقتل العديد من الأشخاص وأخد أعضاءهم الداخلية. ورغم إن الشخص ده مش بيمتلك عينين إلا إنه مش أعمى وبيعرف يشوف كويس، وغير معروف للآن هو إزاي بيعرف يشوف. ورغم إن الكيان ده أغلب الناس بيعتقدوا أو متأكدين إنه يكون ذكر، إلا إن مفيش أي دليل يثبت إنه يكون ذكر. فاسم جاك بيستخدم نادرا للبنات، ففي احتمال الشخصية دي تكون بنت، لكن الاحتمال ده ضئيل جدا. وبس اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك حط لايك واشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات ايه اكتر شخصية عجبتك من الشخصيات اللي ذكرتها، واكتبوا لي برضو استملي في السلسلة دي ولا لا. وانا دلوقتي هروح انام لاني صراحة ميت خالص. When you look upon me. خلاص والله رجعت في كلامي.